لكم المطبخ هنا عشان ده المكان الوحيد اللي ابوكم مش هيشك فيه ان احنا بنقعد فيه. اقعدوا. ايه اللي بتعمله ده؟ لزوم سسبنس. بصوا بقى يا شباب، المرحله اللي داخلين عليها دي اسمها اعصر على نفسك ليمون، ودي هتبتدي من النهارده وهتنتهي بعد الفرح مباشره. امكم اتقرت فتحتها يا بنات واحنا هنقرا الفتحه. هما دلوقتي قاعدين بيرتبوا هيعملوا ايه. المرحله دي اسمها ريح الزبون. المرحله دي خلاص ابتدت. عندنا 3 كلمات بس ممكن نقولهم في المرحله دي، كلمه حاضر ونعم وطيب. كلمه لا مش معانا خالص في المرحله دي. دي هتخلص امتى بقى؟ بعد الفرح. قصدك ان احنا نبتدي بعد الفرح على طول؟ يعني افهم من كلامك ان احنا مش هنعمل اي مشاكل دلوقتي؟ خالص بالعكس، ده احنا لو في مشكله هنساعد في حلها. خلي بالكم ان ماما هتبقى فاكره ان احنا كلنا قافشين. لا بعد اللي قلناه بره ده استحال. بالعكس انا مع هند، ماما زمانها دلوقتي قاعده حاطه ايديها على قلبها. خلي بالكم احنا اللي رايحين لهم مش هم اللي جايين لنا. بالظبط، وده معناه ان الرزاله منهم هتبدا من بدري. لازم نثبت لابوكوا ان كل الكلام اللي قلناه له كان حقيقي. بس انا كل الكلام اللي قلته له كان حقيقي، انا ما كدبتش عليه في حاجه. المهم بس قال ان احنا بنكدب، اللي بنعمله ده لمصلحته هو قبل مصلحتنا. بالظبط. دورنا في المرحله دي ان انكل حسن والاربع غربان اللي معاه. مرحله عصر الليمون دي هتشمل كل ما هو ادب وشياكه وجمال وريق حلو مع ناديه، وطبعا البوم الاربعه يشوفونا كبلسم. عارفين يعني ايه بلسم؟ يعني يتحط على الجرح يطيب. لازم نصعب على ماما. مهما استفزونا، مهما عملوا فينا، احنا هنستقبل كل ده بشياكه وهدوء. احنا غلابه اصلنا، عشان ابوه لازم يعرف ان احنا معاه وفي ظهره في كل حاجه، عشان لما يجي يطلق ان شاء الله نبقى احنا برضه اللي معاه وفي ظهره. ملك قاعده براجع نفسي بصراحه، يعني الست برضو قالت خلاص واعتبروا الموضوع ده ما حصلش. وانتي خدتي بالكلام ده يا سكر؟ حبيبتي امك كانت هتورينا الويل. عندها حق، وانتيش ضمنك ان الموضوع ده ما يتكررش تاني ما دام هي فتحت قلبها مره. كانت هتسيب الباب موارب، حتى لو نقلته او بعدت عنه كان ممكن يرجعوا لبعض في اي لحظه. مش بعيد اصلا كانوا يتجوزوا من ورانا ولا يتجوزوا عرفي. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي هبله انتي كمان. انا بقولك الحقيقه. ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما انا قلت، بدايه الشغل الحقيقي هيبقى بعد الفرح. نسيبه يوم اتبسط. الله يفيك الخير يا ابني. عيب يا ابني، زي ابويا برضو. انتوا فاكرين ابوكم مش هيعرف الكلام ده؟ بس يا مننا كلنا. طب اسمع للاخر. مش هيعرف. عمرها ما هتيجي في دماغه. عارفين ازاي ده هيحصل؟ لو عدينا مرحله عصر الليمون مظبوط تيبيكال، هو هيبقى فاكر ان احنا مش هنبقى معاه وهنعمل له مشاكل. بس لو حصل العكس، جون على ارضك يا معلم. احنا بنعمل كل ده عشان بفضل الله ما يرجعش يفكر في الموضوع ده تاني. ها؟ متفقين؟ الباب الموارب لازم يتقفل، واحنا اللي هنقفله. فاهمة يا نيلي؟ أنا هضرب لكم الولد ده كل ما أشوفه. أنتِ عبيطة؟ أوعي تعملي كده، أنتِ كده هتبوظي لنا كل اللي هنعمله. خلاص هلعب معاه. من غير مد إيد ها؟ مش أنتِ تحبي الكورة برضو؟ أنتِ هتبقي المهاجم بتاعنا في المرحلة التانية. وأنا فين الليمون ده كله بقى؟ أنت معانا في كل اللي هنعمله، بس أهم حاجة السرية التامة. أبوك لو عرف حاجة أيامك معانا هتبقى زي الزفت. الموضوع ما فيهوش تهريج. ديشة، انت لو فتحت بقك انت اللي هتخسر. مصطفى احنا ما بنهرجش. ماشي، بس انا عايز اعمل معاكوا حاجه. انت هتعمل زي ما احنا هنعمل بالظبط. البومه الصغيره دي مهما ضايقتك ولا ضربتك ما تتكلمش خالص. وانت ليك دور ودور كبير كمان، بس مش دلوقتي، في المرحله الثانيه. ولحد ما المرحله الثانيه دي تيجي احنا اجتماعاتنا هتفضل هنا في المطبخ. تمام. وللعلم المرحله الثانيه اسمها وداعا يا حبيب العمر. نقرا الفاتحة. سموا المرحلة التانية انتي طالق. حلو ده، على بركة الله يا شباب. المرحلة الثانية
تشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.